تشكل الكوتا في قانون الانتخاب الأردني علامة فارقة، فالمرأة خصص لها 15 مقعدا تحت القبة من أصل 130 هي عدد مقاعد المجلس الإجمالية. كما يمكن للمرأة بطبيعة الحال المنافسة على بقية المقاعد النيابية، ومع ذلك هناك عوائق تقف في طريق التمكين السياسي للمرأة. إحنا في عنا تدرج في فتح المجال للمرأة ودعمها للمشاركة في الحياة السياسية، لكن في آخر قانون لم تكن القفزة كافية. هذا من جانب. الجانب الآخر، نعم إحنا المرأة لا زالت تعاني، لأنها عانت تاريخيا من النظرة الاجتماعية، لأنها هي ليست مخلوق سياسي، وكأن الرجل يولد كمخلوق سياسي والمرأة لا تستطيع أن تفعل ذلك. أيضا نظرة المجتمع لقدرات المرأة. لا تتوقف الكوتا عند النساء، بل تتعدى ذلك إلى فئات اجتماعية أخرى يتشكل منها النسيج الأردني. فالشركس والشيشان والمسيحيون خصصت لهم مقاعد يتنافسون فيما بينهم عليها، وكذلك الأمر بالنسبة لدوائر البدو الثلاث. يقول مسؤولون إن الكوتا تمييز في القانون، لكنه تمييز إيجابي. نحن نريد للمرأة الأردنية أن تكون ممثلة بالبرلمان، نريد لكافة أطياف المجتمع الأردني أن يكونوا ممثلين في البرلمان، وبالتالي هذا نوع من أنواع التمييز الإيجابي لتمكين المرأة من أن يكون لها حضور أكبر في البرلمان الأردني، وأيضا المسيحيون الأردنيون وأيضا الشركس والشيشان، كلها فئات عزيزة وأصيلة من فئات المجتمع الأردني اللي إحنا نحرص دائما على أن تكون ممثلة بكافة مؤسسات الدولة. بانتظار أن تتبدل النظرة للمرأة من ناحية قدرتها على العمل السياسي، ستبقى الكوتا النسائية قائمة في قوانين الانتخاب، وربما يتم توسيعها في المستقبل. انتخابات برلمانية أردنية بموجب قانون جديد يوصف بالعصري، قانون خصص مقاعد للمرأة ولفئات اجتماعية أخرى لتمكينها من الوصول لقبة البرلمان والدفاع عن حقوقها. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.